شيخ بارك الله فيك، احنا في الكويت هناك بعض العوائل يعتادون في رمضان يذبحون ذبيحة يقولون هذه ذكرى للميت ولا يذكرون عليها يعني محاسن الميت او اي امر ولا ايش؟ هي اسمها ذكرى للميت. نعم. ولا يذكرون الميت فيها. ولا يذكرونه فيها. ولا يذكرونه فيها. يعني بس مجرد اسم. وبعضهم يعني يخصص يوم في رمضان. نعم. وهكذا كل سنة. هذا من البدع. من البدع التي لم تكن على عهد السلف. والميت يذكر بالدعاء له. لا بالذبيحة له. فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس عن هذا. ويقولون هذا ليس من طريق السلف. وايضا لو فرض انه يريد الذكرى فليس رمضان محل للذبائح. الذبائح متى تكون؟ في عيد الاضحى. ما يخالف اجر الميت، تصدق بدراهم. اما ان تذبح ذبيحه وتبي تنقل الاضاحي الى رمضان ما هو صحيح. هذا معناه يضحي مرتين، مرة في رمضان ومرة في ذي الحجة.